السلام عليكم خوتنا المشاهدين. اليوم غادي نهضروا على نرجس الحارثي، الصديقه ديال نعيمه البدويه اللي ما بقاش صديقتها دابا، وقالت لي انها نعيمه البدويه طلبات منها باش تخرج وتقول شحال عطاتها في الظرف ديال نهار مشات عندها باش كانت والده رجاء. طلباتها باش تخرج وتجاوب المتابعين والناس اللي كيتفرجوا باش تقول لها شحال عطاتها في الظرف. بالنسبه لهذا الظرف هذا اللي ناضت عند نعيمه البدويه مشكل هي وبنتها، بانها الظرف قالت نعيمه البدويه تقدر تكون فيه 8000 تقدر تكون فيه 10000، جابته ليها نهار ولدات بنتها وعطاته ليها ونسيبها شافها وقال لي هذاك الظرف راه زروره ديال مرتي، زعما اللي هي بنتها. نعيمه البدويه قالت لي لا، هذاك الظرف راه ديال المتبعه ديالي، صيفطاتو ليا انا، ما صيفطاتوش لك حتى مرتك. هادشي علاش طلعت وقالت لهاد السيده هذه اللي عطات الظرف، حيت حتى هي عندها قناه، قالت لها خرجي وقولي داك الظرف واش الفلوس اللي فيه جات ليا ولا لبنتي، واش زروره لبنتي ولا ليا. ونعيمه البدويه قالت الظرف ملي حلاته لقات فيه 8000 ولا 10000. فعلا هاد السيدة هادي كاينة موجودة وعندها قناة، وخرجات وجاوبات نعيمة البدوية على الظرف اللي داتو ليها وشحال فيه ديال الفلوس ولمن هذاك الظرف كان جاي. هذاك الظرف قالت ليها رانا عطيتو ليك ولكن ما عطيتكش فيه 10000 ولا 8000، قالت لها عطيتك فيه 20000 اللي دايره لك في هذاك الظرف، وبصح نيت من عند متبعة صيفطاتو ليها معاها وهي جابتو وصلت الأمانة، ولكن قالت لي راه ماشي ديالك، راه ديال بنتك زروره حيت بنتك والده. يعني فسرات كما تنقولوا الموضوع اللي مخاصمين عليه نعيمه البدويه وبنتها ونسيبها. كما شافوا هما الظرف شداته نعيمه البدويه وهي بنتها والده، قالت لها زعما هذاك الظرف راه مرسول ليا، وامها قالت لها لا مرسول ليا انا وتخاصموا عليه. وملي خرجت نعيمه البدويه طلب من السيده توضح، ها هي وضحات ليها دابا نعيمه البدوي الا بغات تردي دوك الفلوس لبنتك ونسيبك غير رديهم ليها، راه قالت لك ديال بنتك زروره ماشي ليك، هذوك زروره حيت هما يا هاد المنطقه هادي واقيلا، قالت لي حنا ما كنعرفوش الزروره، كنعرفوش نقولوا هما كيعطيو. زعما جابت هذاك الظرف قالت لها ديال هذيك البنيه الصغيره، غنعطيو بحال هديه لهذيك البنيه اللي تزادت عندكم جديده، ولكن قالت لها حنا ما جات زعما في بالها باش تقول لها راها زروره اللي في الظرف. قالت لها حنا ما صحيناش هذيك المنطقه ديالكم كيقولوا الزروره، حيت دابا المناطق كل وحده واش تقول، كاين اللي كيقولوا زروره، كاين اللي كيقولوا هديه، كاين اللي كيقولوا هيبه، كاين اللي كيقولوا كادو، كل واحد واش تيقول لهذيك الزروره. هادشي علاش السيده خرجات ووضحات نعيمه البدويه الامور كامله وبانت لينا واضحه بزاف، وقالت لك راه هي عيطات عليها وقالتها ليها في التليفون، قالت لها هذيك الفلوس راه 20000 راه ماشي 10000 ولا 8000 كما قلتي في الفيديو، وقالت لها بلي راه عطيتهم زروره، وقالت بان بقى فيها الحال. قالت انا دابا قلتها غير بيني وبينها والناس اللي تفرجات ضروري خاصه هي تسمع بودني. هذاك الشيء علاش خرجات ووضحات لينا حنا كمتابعين، حنا متبعين هذه القصه وضروري نعرفوا كما تنقولوا داك الفلوس لمن كانت جايه. داك الشيء علاش خرجات السيده دارت فيديو شرحات كاع الناس اللي مهتمين بالامر، وقالت ليهم هالفلوس لمن عطيتهم وهالفلوس لمن جاو وهالفلوس ديال من. حتى لهنا كيبان ليا الامور واضحه وواضحه بزاف، ما كاينلاش يبقاو المشاكل كما تنقولوا على شي حاجه مشكوكه. السيده خرجت وضحات كل شيء. حنا هذاك منعيم كيبان لينا دائما لاصق نعيمه البدويه، لاصق حداها وعاس عليها، وكيف ما قالت هي فين ما مشات تيرات شي فلوس كيشوفهم، فين ما تعطاتها شي حاجه كيشوفها. داكشي علاش مني ولدات مراته كاع الفلوس كتشد نعيمه البدويه، قال ليها زعما دوك الفلوس جايين على حسابي انا ومرتي، اعطيهم لينا. نعيمه البدويه زعما حاسبه بنتها باقه تحت ايديها، كتقول فلوس بنتي هما فلوسي، كتشدهم وقالت انا كان زعما خاصتها شي حاجه كناخذها ليها اللي خاصتها كنشريها ليها، خصوصا كانت عايشه معاها في نفس الدار كما قالت هي، كانوا ياكلوا معاها يشربوا معاها عايشين في الدار معاها. داكشي علاش هي حسبات زعما داكشي ماشي فرق، بحال ديال بنتي بحال ديالي، قالت انا كنخسر عليهم الفلوس.
ولكن كما كنقولوا حنا بنادم كامل الله يهدينا فينا الوسواس، هذاك منعم كيبقى شاك في نعيم البدوية وكيبقى دائما كيف نوض معاه بحال هكا صداع. وهي راه اعترفت وقالت حاليا انا مخاصمه معاه، حيت مره كيبانوا لنا مجموعين مره فارقين، قالت انا اصلا مخاصمه معاه وهما دائما راه كما كنقولوا عائله وحده، وهذيك بنتها وهذاك راجل بنتها. على العموم فلوسهم راهم واحده، اللي عنده شي حاجه الله يزيدو، واللي ما عندوش الله يعطيه، ما كاينلاش الواحد يبقى حاضي الاخر الله يعطيه هذه لا دير هذه، والله يرزق الجميع. هادشي اللي كنتمناه والله يرزق الجميع. بالنسبه لهاد السيده هذه اللي هضرنا عليها في هذا الموضوع، هي راه دابا قالت لك انا فقعانه على نعيم البدويه، حيت هي ما بقاتش زعما بحال صابتها، قالت كتهرب مني وكتبعد عليا وما بقاتش راضيه بيا بعد ما كانت زعما واقفه معاها ودارت لها كما قالت نهار ولدات بنتها دارت لها واحد البوفي رائع ديال الماكله باش ترحب على الناس اللي جاوا عندها. قالت واحد المره جاوا للدار البيضاء وعيطات لهم قالت لهم علاش دوزوا نتشاوفوا انا وياكم، وجاوبها راجلها قالت واحد الاسلوب اللي ما عجبنيش، قالت هي لا بغيتينا قلبي علينا، يعني قالت الناس زعما بحال ما بقاوش راضين بيا، وانا يا زعما فتحات ودارت واحد العمليه صعيبه، ومع ذلك قالت ما تتسوقونيش وما بقاش كتتصل بيا نعيم البدويه لا هي لا راجلها. واخر مره ملي دويت دوا معايا راجلها بهذا الاسلوب اللي ما عجبهاش الحال. هادشي علاش خرجت هاد الانسانه هذه، ووضحت هي كاع الامور اللي كيخصوا هاد المشكله، وخصوصا بانها ذكراتها في اللايف وحنا سمعنا سميتها، داكشي علاش خرجت ووضحت كاع الامور. بالنسبه لبنتها رجاء كنقولوا لها الله يهديك انت والام ديالك، راه واخا الناس كيهضروا كيزيدوا في داك المشكل اللي دابا ديال الصحابات، هادوك زعما غير صحابات يمشيو صحابات ويجيو صحابات، اما انت راهك امك هذيك ما ديريش معاها العداوه ما تخرجيش، حتى يكون ما كانتش امك القناه اصلا ما كانتش غادي تكبر ليك، وما كانش الناس غيعرفوك لا انت لا راجلك. داكشي علاش تنطلب منك زعما تنقصي من هذيك الحده ديالك وترجعي عند الام ديالك، وتبقاو تصوروا معاها وبقاو كما تنقولوا قراب منها. الام ديالك قالت واحد الكلمه اللي هي صعيبه، ما بغيتش نذكر انا في القناه عندي، حيت صعيب باش ديري لامك بهذيك الطريقه، واخا هي قالت في الاخير فجرات عليك قلتي لي لا داكشي اللي درت راه ما درتوش اللي كنتي راه درتو للاخرى صاحبتك، ولكن كيف ما كان الحال هذيك راه امك احترميها، والله يجمع الشمل وصافي، والى اللقاء في فيديو اخر.